يعني. انت جذورك مصريه ولا ماما هي اللي مغربيه فرنسيه؟ لا انا مامتي مصريه من اسكندريه وبابايا مغربي. لا سوري فرنساوي اصله مغربي. بابا هو اللي فرنساوي اصلا مغربي. بالظبط. طيب الخلطه دي ساعدتك في حاجات كتير؟ اكيد طبعا ساعدتني. يعني انا من ثلاث بلاد فيهم فن كبير قوي، فانا شايفه ان ده يعني ده سبب اللي انا بحب الفن. يعني مفيش حد في عيلتي بيحب الفن. فانا شايفه ان هما ثلاث بلاد دول يعني من اجمل البلاد في العالم، وهما اللي انا من غيرهم ما كنتش هكون انا. لينا بتحب التمثيل يعني. انا عايزه نشوف حاجه ليكي، اكيد هما هيحضروا لنا نشوف حاجه ليكي. هنشوف حاجه للينا ولحد ما يحضروها نرجع نتكلم. لكن عايزه اسالك بقى كامل العدد، يعني شخصيه فريده انت كنت شايفاها ازاي؟ ايه اللي عجب الناس في فريده؟ قالوا لك ايه؟ ايه التعليقات؟ انا كل الادوار اللي عملتها قبل كده كانت البنت اللي قللت الادب مع مامتها المراهقه، بس كامل العدد كان دور مختلف خالص على اللي انا عملتهم. كنت خايفه جدا اعمله عشان هي فريده دي مختلفه خالص عن شخصيتي. هي بنت خجوله وبتخاف على اخواتها قوي، ومامتها يعني متوفيه، فهي ملهاش غير اخواتها يعني، وما عندهاش ثقه في نفسها قوي، ما بتعبرش عن مشاعرها. فدي كانت حاجه جديده قوي بالنسبه لي. بس كان تحدي، وده اللي انا عجبني في الدور ده، ان هو من اكتر الادوار القريبه من قلبي اللي انا عملتها. عشان طب هنشوف اكتر الادوار القريبه من قلبك ونرجع نكمل كلامنا. معانا لينا من كامل العدد، نشوف كده. مش محتاجة أقولك قبل ما أروح أي حتة. I really wanna go home. أنا مش عارفة أوقف اللي بيحصل. دي مشاهد أنتوا كنتوا بتعملوا مشاهد جماعية كتيرة قوي صح؟ هنا أنت كنت بتكلمي حد اللي هو الولد اللي هي كانت بتحبه في أمريكا. أيوة. وكان ولد يعني مش كويس خالص. أيوة. وهي كانت وحيدة كده، كانت بتحس إن أهلها مش مهتمين بيها وكده. أيوة. وبس عشان كده هي في الجزء الثاني بقى فرفوشه بقى، بتطلب من باباها حاجات وكده، فاندمجت كده. اندمجت كمان في الحياه المصريه. بالظبط. يعني هنا بالزبط. كمان بيبين ان هي بتحب ولد مصري، العادات والتقاليد المصريه يعني.